البحرين في مجال الخدمات الطبية منذ افتتاحه في سبعينيات القرن الماضي. وقد أدخل هذا التقنية من العمليات الجراحية اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة، واشتملت آنذاك على عمليات ربط المعدة، ثم تطورت هذه العمليات مع التطور الحاصل في مثل هذه الحالات. يقوم المركز دم وعلاج مشاكل التنفس أثناء النوم عن طريق إجراء مثل هذه العمليات الجراحية بمعدل الشفاء يكون ما بين 75% بعد مرور 6 أشهر على العملية، ويصل إلى 85% بعد مرور حوالي 2 سنين من العملية. هذه العمليات في تحسين الأسلوب المعيشي الصحي للأفراد، كما تقلل من تكاليف الرعاية الصحية لهم، حيث يتكفل فريق طبي خاص بالاهتمام بالمريض بعد العملية وبالحمية الغذائية الخاصة به، كما يقوم بتوفير نصائح طبية تحسن من الحالة النفسية للمريض وغيرها من الخدمات الطبية المتميزة.